ريتا فتاة مسيحية من كركوك تعمل انطلاقا من ورشة أسستها في منزلها، تصنع الإكسسوارات النسائية وتروج لبائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تقول ريتا أنها قررت استحداث مشغلها بعد ظهور داعش وتوقف الكثير من الشركات وعدم حصولها على فرصة عمل. أنا أكثر شيء شغلي هو الإكسسوارات، أشتغل شغلات همين، شغلات الخطوبة والمهر والحنة وهالأمور، كوشات أعراس بالفترة الجاية راح أبدي، بس أكثر شغلي الموجود هو الإكسسوارات مثل هاي القلادة اللي لابستها، شغلات الأطفال، إسوارات الأسماء. وتؤكد ريتا أنها تحصل على المواد الخام عبر شرائها من موقع أمازون أو شراء إكسسوارات من السوق وتقطيعها لاستخدام أجزائها أو تحضيرها حسب رغبة الزبون. أنا من بداية شغلي قررت إنه إيش قد ما بيا أخلي المرأة أنيقة بس بشي رخيص مو شي غالي. أتمنى من أنا الفترة إنه أسجل لوليا كماركة عالمية، تكون ماركة عراقية للإكسسوارات. والدة ريتا أكدت أنها وافقت على المشروع حيث يبقيها في المنزل ولن تجبر على الخروج في ظل الأوضاع الأمنية هذه، كما أن عملها يساعدهم كثيرا في مصاريف البيت إذ يعتمدون على تقاعد والدهم. ريتا بالنسبة إلها شغلها هو فد شيء حلو، فمن يعني هم يساعدنا كمصرف بالبيت لأن إحنا عايشين على تقاعد، التقاعد ما يكفي، فهالشغل دي يساعد، يعني دي يساعد هواية بالمصرف، مصرفها هي يعني، وهو فد شيء حلو. ريتا فقدت والدها العميد في شرطة كركوك إثر اغتياله بالقرب من منزلهم، حيث ما زالوا يحتفظون بسيارته التي استهدف فيها. سرعان الداودي، الحرة، كركوك.